لأنه في مجاري بكون في الشوارع نخاف يغرقوا فيها. وقت الشتاء كل لما كنا نروح على المدارس كانوا عينا يتملوا من المجاري، كنا نتوسخ كتير. لما جينا احنا هنا على المشروع، مشروع الخزان، الحمد لله توفر، يعني توفرت الفلوس، توفر الدخل كويس لنا. لحد ما يشتغل خط المجاري وتشتغل المضخة هذه حندفع كله. Most of the people of Gaza live in densely populated neighborhoods not served by sewage networks. To cope, the majority of residents dig cesspits to collect their wastewater. These homemade cesspits, or wells as they are called, are usually old and inadequate in size and number. Because of this, sewage from the cesspits frequently overflows into the streets. Residents, and especially young children and the elderly who are exposed to the sewage, often contract illnesses and fevers. مشكلتنا الأساسية في هذا من يوم من ولدت، وهذا اللي هو إيش مناهل المجاري والمجاري، وهي اللي بنعاني فيها أساسا. طبعا أنتوا عارفين إيش بجيب أمراض ومن كل النواحي، معنويا وماديا وكل حاجة. البيار هذه طبعا من كثر ما بتطفح في هذا اللي بحذر مشوش على المية المجاري. أنتوا عارفين أمراض وما أمراض، وإحنا بنعاني طبعا من الانتاميبا والجارديا والحميات بجميع انواعها. بقى الله يعزك البعوض يهف، الدبان يهف، يعني ما يخليش ولا حاجه. يعني كل يوم الاولاد مرضنين، والله في اليوم يمكن اولادي في الاسبوع انه 3 مرات ياخذوهم على الدكاتره. نفتح الشبابيك هذه الريحه تقتلنا كتل في الدار. In addition to the problem of sewage, a shortage of potable water is also a major issue in Gaza. This situation is aggravated during the winter season when sewage mixes with rainwater that is meant to feed underground water reservoirs, contaminating clean water. ما نستهلك أو نستنفذ أو نضخ من هذا الخزان الجوفي يصل في العام حوالي 170 مليون متر مكعب، بينما طاقته الإنتاجية لا تتعدى 60 مليون متر مكعب. هناك حاجة ماسة لكميات مياه أكثر بكثير مما هو متاح في الخزان الجوفي، ولأنه لا يوجد مصادر مياه إضافية. To address these problems, 9 water and sanitation projects were implemented in the Khan Yunis and Beit Lahia areas of Gaza to address the acutest needs there. Using $5 million of USAID funding under the Emergency Water and Sanitation Program implemented by ANERA, these projects included constructing sewage networks with pits to collect waste and a 5,000 cubic meter water reservoir, the first of its kind in Gaza in recent years. The projects also involved in installing sewage and water pipes, manholes and pumps as needed. أول شيء إنه في الأرض، هاد شغلة تانية، بنستغنى عن الأبار زي هذه، إنه حد ما يشتغل خط المجاري وتشتغل المضخة، هذه حندفن كله، حنجيب رقمه وندفنه. حبطل اوصي اخاف على الطفل زي هذا، اخاف عليه يروح على المدرسه يقع في بير يمشي في المجاري، اخافش عليه بصير المنطقه نظيفه، يلعب هنا يجري مع اصحابه، ما فيش مجاري، ما فيش اوساخ، كلها نظيفه بالضبط. مبسوط كثير عشان الشغل حتروح الريحه ونتوسخش، معنا لما نلعب فوتبول ناخذ حريتنا كمان. انت عارفين يعني بقى عندنا في الاول ما فيش شغل عندنا، العمالية كانت هي الفئة المهمشة في القطاع غزة. مساعدة المشاريع اللي بتجينا من برا من اليو اس اي يعني تفتح عنا البيوت، بنشتغل بصير عنا دخل كريم. من يوم تخلص المشروع للحين ما فيش اسم المجاري الريحة ولا أي حاجة ولا دبان ولا أي حاجة. فهناك بالتأكيد تحسن في على المستوى البيئي والصحي، لأن اعتاد المواطنين صرفها في الآبار الامتصاصية واللي في النهاية كانت بيتم ترشيح الخزان الجوفي، تم الاستغناء عن الآبار الامتصاصية. وكالة التنمية الأمريكية قامت بالعديد من المشاريع في السابق وحاليا في قطاع غزة. نشكر اليو اس ايد هذه لأنها جابت لنا المشروع هذا وقامت عليه، واحنا انبسطنا كثير مش على قد كمان كل الشارع. Implemented between March and December of 2011, these 9 projects are positively impacting nearly 340,000 residents in Gaza.
and have created jobs in areas where employment opportunities are most scarce.